Nihal. امتى اجيتوا لهون؟ شفتنا امتى اجينا. وينو مراد؟ ضل من المزرعة. انا ما قدرت ضاين واجيت لانك قلت لي انك لوحدك. انت كذبت علي نهال. تصبحي على خير مدموزيل. وانت بخير. حبيبتي، أنا فعلا كنت وحدي وقت اللي حكيت معك. لا تأخذني، بس كان باب الورشة مفتوح. بتعرف كنت قديش حابة أشوف صورتي. بس لسه ما خلصت. بعرف ما خلصت لأنك بلشت تنحت صورة سمر خانو. ما عاد فاضي له. نهال طلعي فيني، ضايقتيني كتير. لا تشغل بالك، أنا عم ببكي لأنه مراد كتير ضايقني اليوم. ما فيني أشرح لك قديش بيكون غليظ أحيانا. ما عم يسمع مني أبدا، بضل يتبارد علي بالحكي. أنا أجيت لهون مشان أهرب منه، مشان يعرف قيمتي وما بقى يضايقني. أنا كتير بحبك يا عمري، كتير بحبك. أنت ومراد، وما رح يتغير هالشي شو ما يصير بحياتنا. أنا رح ضل حبكن، ما في شي بيقدر بيبعدني عنكن حتى لو ما حبيتيني. كيف فيك تفكر إنه ما رح ضل حبك بابا؟ وأنت لا تفكري بهالشي أبدا. وبوعدك من اليوم ورايح رح أكون حذر أكتر.